نظمت الإدارة الملكية لحماية البيئة وبالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبالشراكة مع وحدة الجرائم البيئية في الأمانة العامة للشرطة الدولية الانتربول، نظمت المؤتمر الوطني الإقليمي تحت عنوان الأمن البيئي في الأردن وأفضل الممارسات لإنفاذ القوانين البيئية. وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير إن القضايا البيئية أصبحت اليوم موضع الاهتمام الوطني والدولي نظرا لما نواجهه من أخطار متعددة تهدد الموارد الطبيعية التي نسعى إلى الحفاظ عليها من خلال التنمية المستدامة. يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على الخبرة الأردنية في مجال إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئية التي تسهم في إنفاذ القوانين البيئية والتشريعات البيئية وتنفيذ القرارات الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن البيئي.